السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نتحدث فيه عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع التوجيه المدرسي. التوجيه المدرسي يعني يبدأ منذ الابتدائي، فأصبح في هذه الأواخر هناك يعني بطاقة الرغبات للسادس ابتدائي، حيث يختارون هل سوف يذهبون يعني للشعاب باللغة الفرنسية أم العربية بالنسبة لمن لم يعمم هذه اللغة الفرنسية بعد، أو كذلك لمن يريد التوجه للشعاب المهنية. إذن فهم يملؤون يعني بطاقة الرغبات. وكذلك بالنسبة للثالثة إعدادي، فهناك توجيه يعني بالنسبة لهل تذهب لشعبة علمية أو تكنولوجيا أو أداب وعدة شعب أخرى أو شعاب مهنية. ونفس الشيء بالنسبة للجدع مشترك والأولى بكالوريا والثانية بكالوريا. إذن خاصة بالنسبة للثانية بكالوريا، حيث يعني يذهب التلميذ لعدة مدارس، وهنا يعني يمكن أن نحدد مستقبل التلميذ. وكذلك بالنسبة للتلاميذ الذين يذهبون يعني إلى الجامعة، فبعد أن يحصلوا على يعني الدوغ أو يحصل عليها في ليفيستي أو غيرها من المدارس، فيمكنه كذلك التوجه إلى عدة مدارس أخرى أو انطلاقا من يعني الأقسام التحضيرية. بعد الأقسام التحضيرية يذهبون إلى بعض المدارس الخاصة بالمهندسين. المهم في كل هذا هو أنه هناك عدة مشاكل تواجه التوجيه في المغرب. فيعني بالنسبة للتوجيه في الثالثة إعدادي مثلا، فمؤخرا أصبح التوجيه يعني جيد، وأصبح يعني في التوجيه يختار التلميذ المهنة المستقبلية وكذلك الشعب التي يريدها والشعب المناسبة له، حيث أن موقع مسار يساعد التلميذ في التوجيه. إذن هذه الفكرة فهي يعني فكرة جيدة جدا من طرف الوزارة، يعني هذه الفكرة يعني فهي بداية جيدة للتوجيه الجيد للتلاميذ. ولكن لماذا لا تقوم الوزارة بنفس الشيء بالنسبة مثلا للثانية بكالوريا؟ فعندما يعني فالآن التلاميذ يستعدون لامتحانات البكالوريا، وتجدهم ملزمين يعني بالبحث عن التوجيه. كيف البحث عن التوجيه؟ يعني أن التلميذ يجب أن يتسجل في عدة مدارس ويتبعها، ويعرف يعني ما هي المدارس التي بدأ فيها التسجيل وما هي المدارس التي لم يبدأ فيها التسجيل بعد، وعدة أشياء أخرى، حيث نجد التلاميذ يعني لا يعرفون هل يراجعون الامتحان أم يبحثون عن التوجيه. وتجد في غالب الأحيان يعني بعض التلاميذ لا يقومون بالتسجيل في بعض المدارس بسبب يعني الآجال أو بسبب يعني انشغالهم بالمراجعة للامتحان. إذن هذا يشكل عدة مشاكل للتلاميذ. لماذا لا تقوم الوزارة يعني بعمل نفس الشيء الذي عملته مع الثالثة إعدادي بالنسبة للثانية بكالوريا؟ يعني تقوم بإدخال جميع المدارس الموجودة في مسار، وكذلك فقط يدخل التلميذ لمسار ويختار المدارس التي يريدها ويقوم بالدفع لها مباشرة دون أن يحتاج إلى يعني أن يذهب إلى عدة مواقع أو يذهب إلى توجيه نت ويذهب إلى عدة مواقع، وفي الأخير ينسى إما يعني المدارس التي قام بالتسجيل فيها أو عدة مشاكل أخرى يعاني منها التلاميذ بالنسبة للترشيح لهذه المدارس. فهي يعني شيء سهل جدا. من هنا يعني نود من جميع التلاميذ أن يوصلوا هذه الفكرة إلى الوزير وإلى الجميع بمشاركة هذا الفيديو مع الجميع، لكي يعني نوصل لهم هذه الفكرة. لماذا لا يقومون يعني فقط يدخل التلميذ إلى مسار، وكذلك هذه العملية يمكن أن تتم بعد الامتحانات وليس قبلها، لكي يركز التلميذ على أهم شيء وهو المراجعة لامتحاناته. وبعد الامتحان يعني عندما ينتهي التلميذ من امتحاناته، يمكن له يعني أن يذهب إلى مسار ويدخل، ثم يقوم يعني عندما تخرج نقطة التلميذ، فهنا يمكن للمؤسسة أن تعطي للتلميذ المدارس التي يمكن أن يترشح إليها حسب نقطه، وهنا من هنا يختار التلميذ المدارس التي يريدها. فقط يقوم بسيليكسيون، يعني يختار المدارس التي يريدها ويقوم بأنفاي فقط، فهي عملية سهلة. وفي الأخير يعني المدارس التي قبلت أو تم القبول فيها هذا التلميذ ترسل إليه في نفس الموقع في مسار، يعني هذه المدارس هي التي يمكنك أن تذهب إليها، فاختر المدرسة النهائية التي تريد الذهاب إليها. وإن كانت هناك مدارس يعني توجد فيها دي كونكور يعني امتحانات أو مباريات، فيعني سوف يتم مطالبة التلميذ باجتياز هذه المباريات
في وقتها وتحديد جميع الأشياء في موقع واحد الذي هو مسار. فلا يمكن يعني للتلميذ كما قلت في الأول أن ينشغل بعدة مواقع، يدخل لهذا الموقع ويسجل فيه ويضع فيه يعني رقم سري، وفي موقع آخر في موقع هذه المدرسة، وفي الآخر تنسى عليه هذه المواقع وهذه الأرقام السرية، ولا يعرف ما هي المدارس التي قام بالدفع لها. يعني هناك عدة مشاكل في التوجيه بعد البكالوريا. إذن حقا في الثالث إعدادي وفي الجدع مشترك لاحظنا أخيرا بأنه هناك تحسن، ولكن بالنسبة للبكالوريا فيجب كذلك أن يكون هناك تحسن، وأن يكون موقع يعني يجمع للتلاميذ هذه المدارس. وكذلك بالنسبة للمدارس فيما بينها يجب أن توحد يعني الشروط. فلماذا يعني لا تقوم هذه المدارس؟ فهي واضحة جدا بالنسبة للتلاميذ الذين حصلوا مثلا على نقطة أكثر من 12 أو أكثر من 15 أو على حسب النقطة التي تريد هذه المدرسة، تقوم بيعني إجراء نفس الامتحان ويكون امتحان وطني بالنسبة لتلاميذ البكالوريا، أو يعتمد على الامتحان الوطني الذي اجتازوه فهو يعني امتحان نفس الشيء، ثم يقومون باجتياز هذا الامتحان إذا كانت هناك مباراة أخرى فليجتازها يعني التلاميذ الذين يستحقون اجتياز هذه المباراة، يعني التلاميذ الذين حصلوا على أكثر من 16 مثلا، والتلاميذ الذين نجحوا أو الذين حصلوا على معدل مثلا يذهبون إلى المدرسة الجيدة الأولى ثم المدرسة الثانية ثم المدرسة حسب اختيارهم. يعني هناك طرق يعني تسهل على التلميذ المأمورية ويعني تنقص من هذه المشاكل التي يعاني منها التلاميذ. حقا هناك مشاكل في التوجيه، وأصبحنا نرى يعني عدة أشخاص يستعملون مواقع ويتاجرون في هذا الشيء، يعني يضعون موقع لمساعدة التلاميذ في هذا التوجيه. ولكن لماذا لا تقوم الدولة نفسها بوضع هذا الموقع ومساعدة التلاميذ دون أن تحتاج لا إلى أشخاص ولا إلى مواقع أخرى؟ فهناك موقع مسار يستعمله التلاميذ بكل سهولة، يختار المدارس التي يريد الذهاب إليها، يعني يطلب من التلاميذ وضع الوثائق المطلوبة في مسار، ويطلب منه كذلك اجتياز المباراة. يمكن كذلك اجتياز هذه المباراة عبر المواقع، أو كذلك إذا لم تثق في هذه المواقع فيمكن أن يذهب التلميذ لاجتياز هذه المباراة إذا كان يعني من بين الأشخاص الذين يجب أن يجتازوا هذه المباراة. فمثلا عندما يذهب التلميذ إلى الطب فنعرف بأنه التلاميذ الذين تم يعني اختيارهم حسب النقطة يجتازون مباراة الطب مثلا أو مدرسة المهندسين أو غيرها. لماذا لا تكون هذه المباراة كذلك موحدة ويجتازها التلاميذ في نفس الوقت ومع نفس الأساتذة، ثم يتم اختيار الذين سوف يذهبون إلى هذه المدرسة والاختيار يعني هذا الكلام لكي لا نطيل عليكم فهو واضح جدا. الأهم هو التبسيط على التلميذ وترك الفرصة للتلميذ للمراجعة الامتحان والتوجيه في مكان سهل، هذا هو الأهم. إذن لا تنسوا إيصال هذه الفكرة لجميع بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وكذلك الضغط على الجيم ووضع آرائكم حول هذا الموضوع في التعليق، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.